أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. سبحانك ربنا ما شئت كان، سبحانك ربنا ما لم تشأ لم يكن، سبحانك ربنا نعلم أنك على كل شيء قدير، وأنك سبحانك قد أحط بكل شيء علما وأحصيت كل شيء عددا. فاللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ونبيك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في هذه الليلة الجديدة من ليالي شهر رمضان، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا أولادنا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. الإخوة الأحباب، كما تحدثت في خطبة الجمعة اليوم عن فضائل قيام الليل، حيث أننا بفضل من الله سبحانه وتعالى من يأتي إلى بيت الله عز وجل في ليالي شهر رمضان، فإنه يأتي بنية صلاة العشاء وبنية أن يقوم الليل، لأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لنا الإخوة الأحباب بهذا الحديث النبوي العظيم الذي يبشرنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمغفرة الذنوب والخطايا حينما نقوم الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وليس مقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قام ليلة واحدة أو ليلتين أو خمسة ليال في هذا الشهر، وإنما قام معظم ليالي الشهر، من قام رمضان يعني من قام معظم ليالي رمضان أو كل ليالي رمضان إيمانا بما عند الله عز وجل، واحتسابا يعني محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لأن المسلم لماذا يقوم؟ يعني لأنه لو لم يقم إيمانا واحتسابا سيكون بمثابة من يتعب نفسه. يعني الإنسان يرى الآن مثلا الساعة العاشرة ليلا، وحينما ينتهي من صلاة القيام ربما تكون الحادية عشرة والنصف، وعنده عمل في الصباح. يعني كل هذه أمور قد تبعده عن قيام الليل، ولكن مع ذلك لأنه يقوم الليل إيمانا، يعني إيمانا بالله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فهذه اللي هو الإيمان والاحتساب يهون على الإنسان ويسهل عليه موضوع الصيام وموضوع قيام الليل. ولذلك سبحان الله، حينما نتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، لا، وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. لأن الإيمان يعني العقيدة عند المؤمن هي التي تسهل عليه موضوع الصيام. يعني ربما بعض الناس يقول لك: لا، نحن الآن نصوم أكثر من 16 ساعة في اليوم، واليوم طويل، والصاد فيه شديد، والحرارة فيه يعني قوية. لكن المسلم عنده العقيدة وعنده الإيمان الذي يهون عليه،
هذا هو موضوع الإيمان اللي هو المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، لأنه يرجو الثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني هو آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، فسهل عليه موضوع الصيام حتى ولو كان اليوم أكثر من 20 ساعة، لأنه مع ذلك يصر على الصيام ومصر على قيام الليل حتى ولو كان عنده عمل في الصباح ولن ينام في الليل، لأنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيكافئه على هذا الأمر. بهذا هو المعنى إيمانا واحتسابا. ولذلك لما نتأمل في الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد الصيام والقيام بالإيمان والاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نزيد على هذا أن قيام الليل أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وضحنا في خطبة اليوم يبعد، وهذا يعني ما أود أن أركز عليه، يبعد الأمراض عن جسد الإنسان. يعني لأن ربما بعض الناس يتكاسل عن القيام بحجة أن يعني أنه متعب أو أنه مريض أو عنده عمل في الصباح أو يعني عمل طول اليوم فخص يرتاح في الليل. يعني هذه الأمور يعني يبعدها عن رأسه وسيقويه الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أخبرنا بأن قيام الليل يطرد الأمراض عن جسد الإنسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بقيام الليل. لماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. مطردة للداء عن الجسد، يعني هذا هو محل الشاهد الذي أود أن أركز عليه. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قيام الليل أنه مطردة. مطردة يعني إيه؟ يعني يبعد الأمراض عن جسد الإنسان. فيعني جسد الإنسان كله يستريح سواء من الناحية المعنوية أو من الناحية البدنية حينما يقوم المسلم الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن قيام الليل شرف للمؤمن. يعني أي واحد فينا بيبحث عن الشرف والمكان أمام الناس، منا من يبحث عن الشرف اللي هو يعني أن تكون له مكانة ووجاهة بين الناس، يعني واحد بيبحث عنها في المال، يعني يظن أنه حينما يكون عنده مال كثير فإنه بذلك يبني مكانة قوية عند الناس وأن الناس سيحترمونه ويقدرونه لما عنده من مال. لا، هو يخطئ في هذا الأمر، لأن الشرف الحقيقي يكون بأدب الإنسان وبحسن أخلاقه. فالإنسان لن ينفعه ماله ولن تنفعه عقاراته وحتى لا ينفعه علمه لو أساء الأدب مع الخلق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن الشرف الحقيقي وأن المكانة الكبرى للإنسان هي في قيام الليل. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه وخاطبه قائلا له يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. يعني الإنسان يعيش ما يشاء في هذه الحياة، يعيش يعني 80 عاما 60 يعني 90 عاما حتى ولو تجاوز 100 فإنه لابد في يوم من الأيام سيأتيه أجله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فجبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد عش ما شئت، لم يقل له يا نبي الله وإنما خاطبه باسمه يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يعني الإنسان في هذه الحياة يحب نفسه، يحب أولاده، يحب المال، يحب ما شاء ومن شاء، فالمهم يعلم أنه في يوم من الأيام سيفارق هذه الأشياء التي يحبها. وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني أي شيء الإنسان يقوم به سيجازى عليه، سواء كان خيرا فخيرا الله سبحانه وتعالى يجازيه على الأعمال الصالحة بالأجر والثواب، ويجازيه على الأعمال السيئة بالعقاب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
ثم قال له: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيام الليل، أن شرفك ومكانتك هي في قيامك لليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنك حينما تقوم الليل بين يدي الله عز وجل فإنك بذلك يعني تقتطع جزءا من وقتك وجزء من راحتك لكي تتعب نفسك بين يدي الله. ولذلك الله عز وجل في سورة السجدة يقول عن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم، يعني الإنسان كان من الممكن الآن أن هو يكون نائما، يكون في مضجعه أو يكون على سرير أو يكون في بيته، ولكن مع ذلك بيتجافى، يعني يبتعد عن المكان الذي يستريح فيه ويتجافى، لأنه يريد أن يقوم الليلة لله سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن قوام الليل الذين يقومون الليل أن الله سبحانه وتعالى أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس، يعني مهما تخيل الإنسان ومهما أطلق لعقله التصور والتحلق في الخيال، يعني يتخيل ما أعد الله عز وجل للمؤمنين من نعيم، فلن يصل ذهنه إلى ما أعده الله عز وجل لهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يخبرنا عن هذه المنزلة. يبقى كيف يتسنى للإنسان أن يقصر في قيام الليل؟ لأنه حينما يسمع هذه الآيات وحينما يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تحفزه وترغبه حتى ولو سولت له نفسه الأمارة بالسوء أنه هو يصلي العشاء ثم يخرج، إن في بعض الناس يعني ربما يصلي يعني 4 ركعات ثم ينصرف. طب لماذا؟ يعني 4 ركعات الأخرى ربما لا تستغرق 20 دقيقة وربما حتى لا تستغرق 10 دقائق. لماذا لا تصبر نفسك في بيت الله سبحانه وتعالى حتى يعني تختم الصلاة مع الإمام وتكمل الصلاة مع الإمام حتى يكتب لك ثواب قيام الليل كاملة، قيام الليل كاملا؟ يعني لأن من يصلي ركعتين أو يصلي 4 ركعات ثم ينصرف فإنه يحرم نفسه من ثواب كبير. ولذلك أحباب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي للمسلم كما قلنا أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيما قيام الليل. يعني هو رمضان في الأول وفي الأخير شهر، يعني ألا تستطيع أنك أنت تصبر في كل ليلة 20 دقيقة ولا 10 دقائق زيادة حتى تختم صلاة القيام ثم بعد ذلك تنصرف؟ يعني حتى تحسب في ختام الشهر وتدخل في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا، فتكون النتيجة ويكون الثواب أن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من الذنوب. ويعني يحضرني في هذا الأمر يعني تابعون جليل، أنا حكيت في خطبة الجمعة يعني عن قصة واحد من التابعين اسمه أبو إسحاق السبيعي، وقلت لكم بأنه كان عنده أكثر من 70 عاما ومع ذلك يعني كان لا يستطيع أن يقوم بمفرده إلا يعني إذا كان هناك إنسان يعتمد عليه حتى يقوم، وإذا قام يعني كما يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء كان يقرأ سورة البقرة في ركعة. يعني إحنا بالأمس فقط، إحنا يعني الآن اليوم كم في رمضان؟ 5 رمضان ولا كم اليوم؟ 5 رمضان. يعني إحنا نحن فقط بالأمس يعني بعد 5 ليالي من رمضان ختمنا سورة البقرة. شوف إحنا يعني كم ليلة ختمنا بالأمس فقط سورة البقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا. هذا الرجل في ركعة واحدة يقرأ سورة البقرة. سورة البقرة تقريبا يعني 236 آية يعني أو في هذا العدد. فيقولون له: أرفق بنفسك، يعني أنت رجل كبير السن وفي نفس الوقت يعني خفف. الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والدين يسر. يعني يقولون له مثل هذا الكلام، فيقول لهم: وأين القيام؟
يعني بيقول ده هو فين، هو يقول يعني كأنه يقول لهم أين القيام، هو أنا كده، هو أنا هكذا أقوم الليل. هو يقرأ البقرة في ركعة واحدة ومع ذلك لا يعترف بأنه يقوم الليل، يعني كأن يعني كأنه حينما يقرأ البقرة في ركعة يعني هذا أمر يسير. فبيقول لهم، يقول لهم أين القيام، لقد وهن جسدي ورق عظمي فلم أستطع أن أقوم الليل إلا بألف آية. يعني تخيل هو مع وهن الجسد، يعني ضعف الجسد، يعني عنده يعني شيء و80 سنة، 85 ولا 87. وهذه القصة يعني لم نحكيها كذا، وإنما قلنا رواه الإمام الزهري في سير أعلام النبلاء بسند رواته ثقات. يعني تخيل واحد عنده 85 ولا 86 سنة ومع ذلك يعني يقول يعني لم أستطع أن أقوم الليل إلا بألف آية. طب هذا بالله عليك يعني في الفترة التي قبل 80، يعني وهو عنده 60 سنة ولا 50 سنة، بماذا كان يقوم الليل؟ يعني كان يقوم الليل بالقرآن كله. هو في يعني ثبت عن بعض التابعين وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يقومون الليل في رمضان بالقرآن كله، وعلى رأس هؤلاء الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، والذي اشتهر عنه في كتب التاريخ وفي كتب السير بأنه كان يسمى بالوتد. الوتد، تعرف الوتد اللي هو الشيء الذي تثبت به الخيمة في الأرض. فالوتد هذا الله عز وجل يقول وجعلنا الجبال إيه أوتاد. لماذا سمي بالوتد؟ سمي بالوتد لأنه كان يثبت نفسه واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن كثرة أنه كان يقف بين يدي الله عز وجل في وكأنه وتد ثابت هكذا، أطلق عليه لقب الوتد. مما اشتهر عن الإمام أبو حنيفة أنه كان من الذين يختمون القرآن في الليلة، يعني كل ليلة كان يختم القرآن الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى بارك لهم في أعمارهم وبارك لهم في أوقاتهم. وبعدين الإنسان ربما لما يسمع هذا الكلام يقول كيف يعني واحد يختم القرآن في ليلة. هو أنا فعلا يعني قمت بتحقيق هذه المسألة لأنني كنت أعمل يعني درجة التخصص أو الماجستير في منهج الإمام أبو حنيفة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كانت عندي رسالة كاملة في شخصية الإمام أبي حنيفة وفي كيفية الدعوة لله سبحانه وتعالى عند هذا الإمام. فأحد المناقشين للرسالة لما سمع هذا الكلام يعني سألني وهو يختبرني في الرسالة، يقول لي كيف يعني أي سؤال من الممكن أن واحد يسأله الآن يعني ونحن جالسين، يقول لك كيف كان يعني واحد مثل أبو حنيفة يختم القرآن في ليلة؟ ما هو الليل يعني نفترض مثلا أن الليل فيه 8 ساعات ولا 6 ساعات ولا 4 ساعات على حسب يعني على حسب الـ وقت الليل، سواء كان يأتي في الصيف ولا يأتي في الشتاء. المهم أنه كيف يستطيع أن يختم القرآن كله في ليلة واحدة؟ فكان الشيخ عبد الرحمن الطحان عليه رحمة الله، وده كان وما زال من العلماء المشهورين، يعني لما تكلم عن هذا الأمر قال بأن هؤلاء الذين كانوا يختمون القرآن في ليلة، هؤلاء بارك الله عز وجل لهم في الوقت وبارك الله عز وجل لهم في العمر، وهذا من الكرامات التي أعطاها الله عز وجل لهم. لأننا كمسلمين من الناحية العقدية نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعطي للأنبياء معجزات ويعطي وللأولياء كرامات، فهذه من الكرامات التي أعطاها الله عز وجل لأمثال هؤلاء الأولياء. لما علم الله عز وجل صدق نواياهم من الله عز وجل عليهم بهذه الأمور. فالشاهد في هذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم حينما يسمع هذه الأمور فإنه يعني يتحفز وينشط على قيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولن نرى يعني نأمل بعد ذلك ألا نرى هذه الظاهرة التي ربما يصلي فيها الإنسان ركعتين ثم ينصرف، أو يصلي 4 ركعات ثم ينصرف. لا، الإنسان كما قلنا يصبر نفسه حتى ينتهي من صلاة القيام ثم يذهب إلى بيته آمنا سالما بفضل الله سبحانه وتعالى. الإخوة الأحباب، يعني في ختام هذه الكلمة نحب أن نعلمكم، يعني أنا أتكلم الآن ليس بلسان الإمام وإنما بلسان الإخوة المسؤولين، يعني أن المسجد بمشيئة الله سبحانه وتعالى قادم على مشروع كبير من الإصلاحات من الناحية المعمارية، يعني سواء من ناحية السقف أو من ناحية النوافذ أو من ناحية يعني تركيب يعني
اللي هي بتسمى اللي هي تغطية أمام المسجد، يعني حتى حينما ينزل المطر يعني يكون هناك شيء يقي المسجد من الأمام. فالمهم قادمون بفضل، وطبعا وأيضا التكييف الذي يركب في المسجد، لأننا الآن يعني نشعر بالصوت ونشعر بالحرارة، طبعا هذه المراوح غير صحية. فكل هذه الأمور تحتاج يعني إلى أموال، يعني لا تحتاج إلى أن الإنسان ينفق 5 يورو أو 2 يورو ولا 20 يورو، لا، تحتاج إلى تكلفة وتحتاج إلى تضحية لبيوت الله سبحانه وتعالى. فبمشاءة الله سبحانه وتعالى، يعني نحن فقط نذكر بهذا الأمر على أمل أننا غدا بمشاءة الله سبحانه وتعالى في يوم السبت غدا سنعمل على جمع التبرعات لهذه الأمور. نأمل أن الإخوة يعني لا يتغيبوا غدا، يعني إحنا بس ذكرنا هذا الأمر يعني حتى لو يفاجأوا به غدا من ناحية، ومن ناحية أخرى يهيئوا أنفسهم. إن واحد ربما يقول لك لا ده يعني أنا فوجئت بهذا الأمر ولم أكن يعني أعمل حسابي من الناحية المالية، لا، يعني الآن قلنا لك غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى يعني كل واحد على الأقل يأتي بما قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني لا ينفق 5 يورو ولا 2 يورو يقول لك كده الحمد لله أنا فعلت معنى، لا، الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني أموال طائلة نحتاجها لبيت الله سبحانه وتعالى. فالكل يعمل حسابه غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونأمل أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكون من عمار هذا المسجد حتى يصدق فينا قول ربنا سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أضف إلى هذا نحب أيضا أن نذكركم، يعني حينما نتحدث عن قيام الليل فإنما نتحدث في الأول وفي الأخير عن نافلة وعن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلن نتحدث عن السنة وبعد ذلك وقبل ذلك نضيع فريضة. يعني لأن يعني حينما نلاحظ أن الكثير من الناس يقوم الليل لكنه ربما يضيع ركن ويضيع فريضة اللي هو صلاة الفجر، يعني صلاة الصبح، يعني لأن تصلي يوما واحدا الصبح في جماعة أظن والله أعلم أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن تقوم رمضان كله، كل ليالي شهر رمضان، لأن هذه فريضة وهذه سنة. ولابد أن يكون عندنا فقه للأولويات. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني الأشياء التي افترضها الله عز وجل علينا إذا قمنا بها فهذه هي أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك السنن وليه والنوافل كما قال الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لكن بيأتي قبل النوافل وقبل السنن الفرائض وليه والأركان. فكل إنسان يعني يستطيع أن يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى يصلي الصبح في جماعة ويكون هذا الأمر في ميزان حسناته فله ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا وأن يتقبل منا صيامنا وأن يتقبل منا قيامنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. الله